اليدوي، حبيت اني اكمل الاشي لحالي، ما اضلني اشغل عند حدا. قررت انه يكون يعني الي مكان بيجمعني انا وقطعي اللي بنتجها بمكان واحد. مش كل انسان بتجي الفرصة، وانا برأيي انه احنا اللي بنخلق الفرص تبعتنا. بطلع من البيت لمحلي اللي هو الجزء صار الاهم بحياتي، بيت الثاني. قدوتي بهاي الحياة هي امي، لأن انا صغيرة بشوف قديش هي بتحب الفن وبتبدع فيه، عندها صبر وقوة كبيرة. دايما تمنيت اني اكون يعني زيها بكتير شغلات. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غير وما احلى. اسمي حنين الشابكي، دارس جرافيك ديزاين بالطيرة، عمري 24 سنة. هلا عندي مشروع اسمه خرزة ولون، اللي شغال على الموضوع تقريبا 6 سنين. بالبداية كنت اشتغل اونلاين، بعدين هلا انه صار عندي مكان في عمارة النتشة، بشتغل كل اشي بايدي، شغل يدوي، بعمل لوحات، بعمل اكسسوارات. برضو بيساعدوني انه اهلي، ابوي وامي. ابوي بيعمل اشياء الخشب، كل شيء خشب في المحل هو عمله. امي اشياء التطريز، اشياء مثلا تعليقات بالورد للباب. من انا صغيره بحب شغله الاكسسوارات، كنت اعمل اشياء لإلي انا، يعني ما كنت مفكره اني افتح مثلا محل، كان الاشي ببالي بس ما كنت اتخيل اني راح اقدر افتح محل. اول اشي كنت اشترك في معارض، كنت ارسم على لوحات، شاركت في كذا معرض. بعدين حبيت اني اضم شغله الاكسسوارات للوحات، واخترت اسم انه يلبق للوحات ويلبق للاكسسوارات اللي هو خرزة ولون. اشتغلت اونلاين، كنت الاقي الشخص واعطيه الطلبيه. بعدين حبيت اني خلص اني افتح مكان واستقر، ويكون خلص الشخص ما يعني مش دائما بحب يشوف القطعه بس على النت، بحب انه يشوفها وانه يمسك القطعه. اشتغلت تقريبا سنه بعدين، وانا شغاله يعني عندهم كنت برضه شغاله اونلاين. بعدين خلص ما كملت معهم، وضلتني خلص بس مستقرة بشغل الخاص، لأني بحب أكون مستقلة، بحب خلص الإشي، أو لأني خلص اشتغلت بالإشي لحالي. زي ما قلت لك أنا كنت أشتغل أونلاين، فخلص حبيت أني أكمل الإشي لحالي، ما أضلني أشغل عند حدا. هلأ قررت أفتح مشروعي الخاص عشان أبني مستقبلي اللي بحلم فيه من أنا صغيرة، وتكون هاي أول خطوة لإلي بهذا الحلم اللي أنا يعني بحلم فيه من زمان. هلأ البنت العربية بشكل عام أو الفلسطينية بشكل خاص بتواجه تحديات كتير كبيرة وصعوبات مجتمعية أو قانونية أو غيرها، فلازم تواجهها وتتجاوز هاي الخطوة بنجاح. وأنا واجهت هاي التحديات وكنت أدعى الحمد لله ونجحت وتجاوزت عشان أوصل لحلمي من وأنا صغيرة، لأن أنا عندي قدرات زي أي إنسان، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر أستخدمها لحتى أتطور وأنجح وأرسم المستقبل اللي أنا بدي إياه واللي بتمناه من وأنا صغيرة. هلا كان اول اشي قبل ما افتح المحل، كان بالبداية هو مشغلي كل اشي، يعني بشتغل يكون في البيت، بشتغل بالبيت وبحضر الطلبيات وبطلع بوصلها، يعني حسب شو الشخص بده بوصل الاشي الغرض اللي هو بده اياه. هلا بالبداية كانت صعبة شوي هاي الفترة، بعدين صرت اعرف اكتر بين الاصحاب بين العيلة، وصرت شوي شوي انه الدائرة عم توسع او بتكبر. وقررت انه يكون
يعني إلي مكان بيجمعني أنا وقطعي اللي بنتجها بمكان واحد. وقررت إني أفتح بالآخر إنه محل. اتصعبت أكيد بالبداية لأنه مش إشي سهل لأي صبية بعمر صغير تبدأ مشروعها لحالها. اجتهدت واشتغلت على حالي كتير لوصلت لهاي المرحلة أو لا، هذا الإشي اللي أنا بدي إياه. كتير أشخاص دعموني بالبداية ووقفوا معي، وأهمهم كان أبوي وأمي. أبوي دعمني بكل إشي بالمحل، ومن هو من أنا صغيرة رباني على إني أعتمد على حالي وما أسمح لأي إشي يوقف بوجهي، لأنه عارف إني أنا بقدر على أي إشي. هلا وامي كمان كانت تشتغل شغلها الخاص من زمان، بتحب تشارك في معارض، بتعمل اشياء تطريز، بتبيع قطعها وبتعتمد على حالها. وانا كنت حابه من وانا صغيره اني اصير زيها يعني لما اكبر، وهيك تعلمت هيني منها شوي شوي انه لازم اشتغل على حالي واستقر واعتمد على حالي اكثر واكثر. مش كل إنسان بتجي الفرصة، وأنا برأيي إنه إحنا اللي بنخلق الفرص تبعتنا. مش راح أستنى تجيني الفرصة، بالعكس بخليها هي تيجي لعندي لحتى أنبسط بحياتي وأقدر أشتغل أكتر وأكتر وأنتج وأنبسط، وأكون يعني إلي بصمة خاصة بين الناس اللي لما يشوفوا القطعة يتذكروني فيها. وإذا بدي أحكي عن حياتي، يومي ببدأ أو إنه صباحي بيبدأ بالقهوة اللي بحبها كتير، وما بيكمل يومي بدونها. بطلع من البيت لمحلي اللي هو الجزء صار الأهم بحياتي، بيتي الثاني. كل قطعة في المحل يمكن بتشبهني أو بتمثلني. طبعاً صحباتي إلهم جزء حلو في يومي اللي بقضيه معهم، يعني حتى مثلاً لو ما طلعنا بيجوا هون عنده بقضي يومي معهم. بحب أعيش حياتي وأنبسط وأترك لكل إشي مساحته، سواء شغلي، سعادتي، أهلي، صحباتي، إنه كل إشي وإله وقته. بحب أوازن بكل إشي، يعني ما إشي يأثر على إشي، وأنظم وقتي بالطريقة الصح. طموحي بهاي الحياة إنه اسم محلي يكبر أكتر وأكتر، وإني أتطور أكتر بمجال شغلي وأكون عن جد قد المسؤولية. وأي فرصة حتجيني راح أنا أنتهزها، سواء إني أخذ دورات أو إني أكمل بمجال دراستي، لأنه إحنا بعصر يعني كل يوم لازم يكون في عنا معلومات جديدة، إذا ما واكبناها ما حنقدر نتطور أكتر ونقدم خدمات أكتر نلبي فيها احتياجات الناس. بهاي الحياة هي أمي، من أنا صغيرة بشوف قديش هي بتحب الفن وبتبدأ فيه، عندها صبر وقوة كبيرة. دايما تمنيت أني أكون يعني زيها بكتير شغلات. كنت أستشيرها برضو بشغلي، بتساعدني برضو بكتير شغلات. وجودها جنبي هو قوة كبيرة لإلي، قوة كبيرة وبتقويني أكتر وأكتر. أحلى إشي صار معي أو الإشي اللي مرقت فيه هو يوم افتتاح المحل. بتذكر قديه بالبداية تغلبت أو إنه اشتغلت على المحل كتير كتير. كنت أجي على المحل أنظفه، اهتميت فيه بشكل كبير وكأنه غرفتي. ساعدني أبوي بكل إشي في المحل، اهتمينا فيه.
طبقت الصورة اللي بخيالي من أنا صغيرة. كنت يوم الافتتاح كتير مبسوطة لأنه كانوا جنبي كل الناس اللي يعني اللي بحبهم اللي قراب مني، احتفلوا معي بالمحل. كان ذاك اليوم له طعم غير، هو حصيلة تعب سنين أو الإشي اللي أنا بحبه من زمان. لكل بنات إنه الحياة مش عبارة عن زواج وبتنتهي الطموح. لكل بنات سواء متزوجة أو مش متزوجة بدي أحكي لها إنه مش لازم يكون الزوج أو الابن أو العيلة أو المجتمع هو عائق، بالعكس لو كانوا هدول العوائق استخدميهم تحديات لتقدري تقوي أكتر وتوصلي لطموحك أكتر وأكتر، وخلي يكون إلك بصمة بهذا المجتمع برغم من وجود هاي العوائق كلها. كلنا منقدر، وما رح أحكي عن حالي كبنت، بدي أحكي هاي الكلمة للمرأة وللرجل إنه لما بيكون في طموح وإرادة منقدر نوصل للإشي اللي إحنا بدنا إياه ونمشي هاي الطريق اللي بنحلم فيه. ما تتنازلوا عن حلمكم قد ما كان الإشي يعني بسيط، لأن الطموح للإشي اللي بدك توصله هو اللي رح يكبره. كل مرحلة مرقت فيها أنا فخورة فيها حتى لو كان الإشي بسيط، ورح أضلني فخورة بحالي لأنه عندي طموح وإرادة أنه رح توصلني للي أنا بدي إياه إن شاء الله. في سعادة كبيرة بالنجاح، لكن برأيي في سعادة كمان بطريق الوصول للنجاح. نفهمها الحياة غير ما احلاها.